فرحتي في ما كلتي مع الأستاذة حنان أزرقي. صباح الخير للا. صباح النور عليكم. أش خبارك؟ صافا الحمد لله. الله يخطيكم. الحمد لله. واليوم قررنا ونزولا عن طلب المستمعات اللي كيتواصلوا معنا, خصوصا واحد 4 ديال المستمعات وبدون ذكر الاسماء, على اننا نتناولوا موضوع التخسيس بالجراحه والرجيمات اللي كتجي من بعد هذا التخسيس. هذا كلنا متفقين استاذ حنان على واحد مساله, هو انه كاين مخاطر في هذه الجراحات ديال انقاص الوزن. اكيد اكيد. دونك كما قلتي كيما ولات عاوتاني شنو دائما كنهضروا على ديرنيغ طوندونس, حيت الناس اي حاجه جديده كتكون كلشي كيميل ليها, كلشي كيبغي يديرها. دونك شنو هي هاد الجراحات الجميليه للتخسيس ولا كنسميوها كذلك لا شيروجي بارياتريك؟ هي واحد الجراحه فيها عده انواع, سواء الانسان كيدير واحد العمليه للمعده ديالو كيقوم بالتقليص ديالها, كنقصوا الثلثين ديال المعدة, يعني كيبقى غير الثلث ديال المعدة. سواء انهم كينقصوا لنا من الامعاء, حنا الامعاء ديالنا عندنا فيهم نورمالمون العبار ديالهم لاطاي ديالهم هي ما بين 10 حتى 12, نقدروا نقولوا من 8 حتى 12 المترو, كل واحد وشحال عنده في الامعاء ديالو. شنو كيديروا هنايا؟ كينقصوا هاد الامعاء, كيولي الطول ديالهم مترونس. علاش كيديروا هذا النقص ديال المعده وكذلك النقص ديال الامعاء؟ المعده باش كينقصوا لنا انه افراز ديال هرمون الغريلين اللي هو كيعطينا الاحساس بالجوع, وباش كنقصوا الامعاء باش انهم ينقص لنا امتصاص ديال البروتين سميتو لي نوتريمون الاحماض سميتو البروتينات البروتينات السكريات وكذلك الاملاح المعدنيه والفيتامينات. كل ما الجسم ما امتصش لينا هاد البروتينات والدهنيات والاملاح المعدنيه والفيتامينات والدهنيات, كل ما الجسم انه ما كيخش لنا الوزن. دونك الناس هنايا علاش كيتوجهوا لهاد الجراحه التجميليه ديال الجراحه ديال التخسيس؟ فقط لانهم بحال كيقول لك عينه من الحميات الغذائيه, ما كيكونش عندهم واحد الصبر انهم يديروا واحد الحميه غذائيه. سورتو حنايا غالطين بزاف وغالطين بزاف كنقولوا ان الحميه الغذائيه هي ان الشخص ياخذ شي حاجه اللي هي ريستريكتيف وكينقص بزاف ديال العناصر الغذائيه وكتكون الحميات اللي هي صعيبه بزاف, حيت الناس ما كيكونش عندهم الصبر انهم يتسناو ينقصوا بطريقه عاديه وتدريجيه دونك اي حاجه عندها لي زافونتاج ديالها, عندها الايجابيات وعندها السلبيات. بالنسبه للحميات الغذائيه ديال الناس اللي عندهم هاد لا شيروجي بارياتريك راه ما ساهلاش حتى هي, حيت الشخص ملي كتقوم بالنقص ديال المعده ديالو راه ما يمكنش تعطي واحد الكميات اللي هي كثيره. نعم. كتعطي كميات اللي هي بسيطه جدا متفرقه. نعم داكوغ, حيت المعده كنقوموا بالنقص ديال الحجم ديالها. كيفاش الشخص ممكن يولي كياخذ في الاول من مورا العمليه كياخذ فقط السوائل. نعم. وكياخذ هاد السوائل ماشي بكميات اللي هي كثيره. نعم. سيرتو من مورا العمليه الجراحيه مباشره كياخذ السائل كياخذوا بلا باي. تقريبا يعني شحال المده اللي كيبقى على هاد الحال؟ بالنسبه لهاد القضيه هذه شنو كنديروا في السوائل؟ السوائل كتكون حتى الاسبوع الاول, كنشوفوا على حساب النجاح ديال العمليه عند الشخص وكيفاش هو كيتابع هاد النظام الغذائي. كيفاش تقبل نعم كيفاش لو كور ديالو تقبل هاد لو شونجمون ولا هاد التغيير؟ نعم. واحد النقطه اللي هي مهمه بغيت نشير ليها, بالنسبه لاوروبا والدول الغربيه الى غير ذلك شنو كيديروا؟ ما كيدوزوش نيشان الجراحه, هاد الجراحه ديال التخسيس. نعم. شنو كيديروا في الاول؟ كيكون واحد لو ستاف كيتجمع فيه الاخر فائدة الحميه والتغذيه, طبيب نفساني, الجراح, اضافه الى الكيني اللي كيدير الترويض الطبي, حتى هو كيدير المساج ديال مساج امان 600, اضافه الى الكوتش سبورتيف, اضافه الى طبيب اللي كيكون في المستشفى. هذا الشيء كامل هذا اللي كيبقى كيجمع مع هذا الشخص هذا. علاش كتجمع معاه؟ باش تشرح له فوالا الايجابيات وها هما المخاطر, وكيعطي واحد الحميه غذائيه الافونس من قبل. في الاول كيعطي واحد الحميه غذائيه اللي خص الشخص يتبعها. حيت وقتاش كيكون كنعطيو هذه الحميه الغذائيه ولا هاد بليتو هاد العمليات الجراحيه؟ ملي كيكون عندنا الشخص عنده لانديس دو ماس كوربوريل اللي هو الوزن مقارنه مع الطول كيفوت لنا 40, حيت حنا مابقاش كنتحدثوا على السمنه. الا كان عندنا في 30 وصلنا 29 30 هنا كنتحدثوا على السمنه, ولكن الا مشى الشخص وصلنا 40 يعني هنا راه السمنه اللي هي الخطيره جدا. نعم. هنا فاش كيتم اننا نقدروا ندوزوا لا شيروجي بارياتريك. ومالوغوزمون الناس واخا كيكون عنده 30 مثلا في هاد لانديس دو ماس كيغامر كيقول لك انا المهم عندي هو النتيجه. سي فغي كتفرح بالنتيجه, هي راه كاينه النتيجه ولكن كاين توابع ولكن مضاعفات, انه كاين مضاعفات سلبيه جدا. نعم. داكوغ. دونك هنا شنو كيديروا من ماما كيتجمعوا هاد الشخص كيعلموه فوالا شنو كاين وكيعطيو حميه غذائيه.
كيمشي كيتبعها مرا شهر شهرين ثلاث شهور كتوصل ثلاث سنة. شنو هو الهدف الأساسي من هذا الاجتماع اللي كيديروا مع هذا الشخص هذا؟ باش هنا الشخص ملي كيكون غادي يدير لواحد العملية الجراحية كيقول أنا غادي نديرها باش نطيح الوزن، هو كيتشجع أكثر عن قناعة فوالا كيمشي كيطيح الوزن. نعم كيبدا يطيح الوزن، وملي كيشوف هذا الشخص أنه كيطيح الوزن وغادي في لا بون فوا، هنا شنو كيقولوا له؟ ونزيدوك مازال واحد أربع شهور واحد خمس شهور وغير وغير القرار ديالك ولا غير الرأي ديالك. الشخص أنه كيبدل الاتجاه من كيف الاوليو انا نمشي للعمليه كيمشي مباشره كيبقى غادي في الحميه الغذائيه بلا ما كيشعر. الناس كيقلبوا على الصحه ديال الواحد اكزاكتومون. الوغ حنا مالوغوزمون هنا شنو كيوقع؟ الناس كيقول لك لا انا باغي نتيجه بطريقه اللي هي سريعه فوريه، وهذا غلط كبير. راه ملي كنديروا الجراحه ديال لا جيروجي بايتريك راه كيكون عندنا واحد النقص في البروتينات والدهنيات السكريات الفيتامينات الاملاح المعدنيه، حيت سي نورمال الجسم كتنقص له واحد الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي هو الموتور ديال الجسم ديالنا. دونك كتنقصو كتجيب له واحد كياخذ واحد الكميات اللي هي بسيطه، الوغ الجسم ديالك مقارنه مع السن ديالك الوزن ديالك والطول ديالك كيخصك واحد القدر. نعم. وانت كتعطيه قدر اقل. نعم. يعني شنو كيدير الجسم؟ كيمشي المخزون اللي عنده. نعم. باش اش كنلاحظوا في الاول ملي كيديروا هذه العمليه كيكون فقدان الوزن بطريقه اللي هي مهوله. نعم. وحنا كما كنقولوا الطريقه الصحيه لفقدان الوزن هي ما بين 3 حتى 4 كيلو في الشهر. يعني بمقدار كيلو في الاسبوع. هذه العاديه. هذا هو الوزن زعما اللي بغيتي تفقدي الوزن بطريقه اللي هي صحيه. شي يطيح شخص 2 كيلو في الشهر حنا كنفرحوا. كنقولوا هذه نتيجه صحيه. علاش؟ حيت حنا عارفين انه ما كاينش مضاعفات. نعم. ثاني حاجه عارفين ان الشخص ما غاديش يرجع لنا الوزن بطريقه سريعه. وثالثا كاينه تغذيه ولا نظام غذائي صحي. فوالا. نعم. فوالا. وسيرتو كما قلتي كاينه تغذيه اللي هي صحيه، يعني خدا كاع العناصر اللي كيحتاج لها الجسم ديالو. نعم. سكيف في هاد الناس ملي كيبداو هاد العمليات كيطيحوا حتى كيطيح 20 كيلو في الشهر. كيطيح 15 كيلو. هو راه فرحان. ولكن ما كينسى واحد القضيه اللي هي مهمه، كيهلك لو كور ديالو كيهلك الجسم ديالو. انا لو كور ديالو راه هنا مشات، شنو اللي مشى؟ مشاو العضلات. نعم. الدهنيات راه بلا ما حديت ولا حرج مشاو. فقر الدم، وكيكون واحد فقر الدم اللي هو خطير، كيكون نقص فيتامينات سيرتو الفيتامينات الجروب بي. علاش فيتامينات الجروب بي؟ مجموعه بي حيت الامتصاص ديالها كيتم في جهه المعده وفي جهه الامعاء. كيف فينا الشخص شنو كيوقع؟ كيوقع غادي يطرد تدهور الصحه ديالو. اضافه انه كيبقى يحس بالسخفه والعياء دائما. نعم. دائما كيكون السخفه والعياء. هنا شنو كيكون اوبليجي؟ هنا شنو كنديروا؟ كيتعطاو ليه فيتامينات وخصو ياخذهم دائما دي كومبليمون اليمونتير او مكملات غذائيه ياخذهم عمرهم. نعم. يتفق عليهم. نعم. وعاوتاني واحد النقطه اللي هي مهمه، الناس ملي كيديروا هاد لا شيروجي بارياتريك كيفرحوا. نعم. كيقول لك انا صافي طيحت الوزن، انا جو سوي بيان، واجي نرجع ناكل هذه والنخد هذه. نعم. غلط كبير. نعم. علاش؟ لاننا ملي كنجيو كنرجعوا ثاني للمعده ديالنا كنعطيوها. نعم. دوك العناصر اللي كنا حيدنا لهم اللي هما سعرات حراريه اللي هي فارغه. شنو كيوقع؟ تمدد عاوتاني ديال المعده وكتقدر ترجع للحجم ديالها. يعني كتسمى الناس هذو بحال كيضيعوا فلوسهم. داكوغ. كيف حنا رجعنا الثلث كتزيد عاوتاني توسع. نعم. اضافه ان ما نساوش القبض، اضافه ان ما نساوش بعض الامعاء من الحموضه ديال المعده اللي كتوقع عليهم. وبعض الالام، وبعض الالام اللي كتقبضهم مره مره في يعني في مستوى الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي، حيت الجهاز الهضمي غيرنا له. نعم. العمل ديالو. غيرنا له العمل ديالو. انت نورمالمون كتخدم بهذه الطريقه، حنا ها كيفاش رجعناك؟ الوغ كو هذا غلط كبير. دونك انا كنتمنى زعما من المنبر، دائما كنقولها من المنبر اللقاء المفتوح اللي هو برنامج اللي الحمد لله كيسمعوا كاع المستمعين المغاربه زعما الحمد لله، سواء داخل ولا خارج الوطن. خارج الوطن كنسلموا عليهم. حتى خارج الوطن كيسمعوا الناس. كنتمنى ان الناس اوليو انك دوز لا شيروجي بارياتريك وتاخذ واحد القرار انك دوز ليها حياتي. نعم. حياتي انا بالنسبه لي كما قلت قرار مصيري هذا. نعم. وفيه ضياع للفلوس وكذلك ضياع لصحه الانسان. يفكر في الاول يدير حميه غذائيه ويستاجر ويعاود يستاجر ويشوف ان اون ايكيب بلوري ديسيبلينار كما قلنا فيها الطبيب والجراح والاخصائي ديال يشوف رايهم وشنو غيقولوا ليه. نعم. يقولوا له يعرف المخاطر، حيت هي في بعض الحالات كيكونوا اوبليجي يديروا شيروجي بارياتريك.
بعض الحالات صح اذا كانت شي سمنه مفرطه واللي عندها مخاطر صحيه الشخص ما يمكنش له بتاتا انه حيت الحميه الغذائيه ملي كتوصل ل 40 كما قلنا لانديز دماس كوربور كيوصل ل 40 كيكون ماشي كتكون كتعطيش النتيجه هي الحميه الغذائيه دائما كتعطي نتيجه ولكن كيكون نقص بطريقه اللي هي ضئيله داك واحد الشخص ما كيديرش الحركه ما يقدرش يتحرك حنا كما كنقولوا باش النجاح لنا الحميه ديال التخسيس شويه ديال لامارش ماشي وخصنا كذلك الحميه الغذائيه المتوازنه دونك هنا كتكون الحميه وما كتكونش لامارش فكنتمنوا يعني الناس يعني تعرف وتفهم وتحس بالمخاطر ديال هاد عمليات التخسيس استاذه حنان اكيد ازرقي وبالجراحه وان لو كور ولا الجسم كتبدل ليه واحد النظام ديالو واحد 25 عام ولا 30 عام وهاد لو كور ديالك عايش بهاد النمط وبهاد الشكل هذا تبين ليله وضحاها انه تبدل ليه العاده ديالو وتبدل ليه السير ديالو فاكيد غيكونوا مشاكل صحيه من بعد تكون غتكون كبيره فنتمنوا من خلالك استاذه حنان الناس يفهموا يعني الخطر ديال هاد العمليه ديال التخسيس غدا ان شاء الله لنا لقاء غنتكلموا اكثر على مواضيع اخرى ونتمنى نهضروا على هاد الحميه ديال الشيروجي بايطيك باش نقولوا للناس فوالا ابخي لا شيروجي شنو كيدار ومن مور لا شيروجي شنو كيدير نعطيو دي منو ان شاء الله ان شاء الله ونحاولوا كذلك نتكلموا على المكملات الغذائيه ان شاء الله في حصص اخرى اكيد لان تهيه موضوع مهم علاقه في هاد الاسبوعين ان شاء الله تهيه شكرا لك لاله خدمتك على خير